نهضر لكم اليوم على المشاركة ديالي في تيميتار، في مهرجان تيميتار. شرف كبير، شرف كبير ليا حيت كاشلح انا وتزدت في لا ريجيون في ايمينتانوت باش نغني في هذا الفيستيفال. راه شرف كبير عندي وفرحة كبيرة، ما قدرتني فرحة والله. غيجيو الدراري ولا الدوار، صيفط انا واحد الكار باش يجيبهم، باش يجيب واحد 50 دراري ولا الدوار يتفرجوا في تيميتار. دوار جديدة حصاين في ايمينتانوت، حدا ايمينتانوت، غيجيو ان شاء الله لتيميتار. وحتى الوالدة غتكون ان شاء الله، وان شاء الله يدوز هذا الشو مزيان ونفرحوا باش يعيشوا معايا هذا. بحال ماشي غير انا اللي، ماشي غير الفرحه ديالي، الفرحه ديال الدوار ديالي كامل وديال لا ريجيون ديال الناس تاع ايمينتانوت كاملين. حيت اكادير بالنسبه للفن عندنا حنا راه شي حاجه كبيره. الدراري حنا دوك اللي تيغنيو في ايمينتانوت راه الحلم ديالهم هما يجيو لاكادير يخدموا في استديوهات ويخدموا مع اوداد نين رزاف. دوك الدراري راه هذاك راه هما اللي شجعونا في اصلا، فهمتي. وكاين باقي الدراري عندهم جروبات وتضربوا البانجو وداك الشيء، هما راه ان شاء الله غيجوا غيتشاركوا ان شاء الله هذه المناسبه. ايوا ان شاء الله انا تنطلب الله غير 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 ينزل هذا الثمن. داك الثمن راه طلع في العالم مع بالنسبه لهذا الحرب هذا اللي ما خلناش نرتاحوا من وراء الكوفيد. زادوا علينا بالحرب، وهذا الحرب زاد لنا في الثمن تاع الغازوال وزاد في الفقر. وان شاء الله ان شاء الله الله يدير شي طويل الخير. وبالنسبه لي انا ما بقيتش ندوموندي حتى شي واحد يعاوننا، نطلبوا غير الله يعاوننا وصافي. هاد الوقيته حيت صعيبه الوقت والله، والله الله يسهل كل واحد.